إذا تكلمت عن الدخول المدرسي فلا زال يعني لم نحدد التاريخ النهائي لهذا الدخول، طبعا انطلاقا من معطيات التي لها علاقة بالوباء. لا نريد أن نغامر بأبنائنا وبأهالنا في هذه النقطة، ولكن إن شاء الله سيكون هذا الدخول منظم انطلاقا كما تفضلت ببروتوكول واضح ودقيق. بدأنا في الامتحانات، امتحان تفضلت به هو الدخول يعني البي ام، هذا فشهادة التعليم المتوسط، وكانت يعني لاحظت أن هناك تنظيم جيد وبروتوكول يعني محترم من طرف الأساتذة ومن طرف الإدارة التربوية ومن الأهالي ومن التلاميذ، فشيء يعني مهم ويفرح يعني. فالتعليم الابتدائي والمتوسط والجامعي والتكوين المهني كذلك، فكل هذه الإجراءات سنأخذها بعين الاعتبار وبالتدقيق مع كل الأطراف المعنية والفاعلين في العمل التكويني والتربوي.